خبط علينا بالطريقه دي؟ مش عارف. انا هروح افتح وهزقه يمكن بتاع الدليفري. افتحي ايه؟ انت اتجننتي؟ حد يشوفك. خشي البلكونه. اه ماشي. خشي بسرعه. انت ايه اللي عملته ده؟ اهلا يا حنينة. لو كنت اعرف انك هتبعت لها تهديد بالقتل ما كنتش اديتك الايميل بتاعها وتبعت لها واد صايع يضربها بمطوة. انت نازل مع بنت اختي؟ وانت ناسها انا مبروك معاها واجبات ب 10 مليون جنيه؟ وكنزي مالها؟ بضغط بيها على مبروك. دول عيال اطفال يعني؟ عيال اطفال؟ احنا عايزين فلوس يا بسمه. مبروك اعمل فيه اللي انت عايزه، اقتله، احرقه، اختفى، لكن العيال لا. يا بسمة، أول مرة أعرف إن قلبك على أولاد أختك وعايزة تعيش معاهم في الفيلا عشان تلهفي فلوسهم. مش لدرجة اللهف، أستفيد آه، لكن أهدد بالقتل وأضرب بالمطاوي لا. بسمة، دي طريقتي، ده أسلوبي. بعدين أنا قربت أكتب بقى طلب للمدرس الأول، أكتب فيه أما بعد السيدة بسمة الفاضلة بتهزاني وبتهني، وبهكتب طلب كمان اريد فصلها من المنظمه. كده؟ طب طلع بقى اللي مخبيها في البلكونه. انا سمعتك بودني وانت بتقولها استخبي في البلكونه. تقصد ايه؟ هوريك اللي اقصده. عرفت بقى اقصد ايه يا برداوي؟ عشان خاطري، عشان خاطري يا بسمه، اوعي تقول لهم انك كشفتيني. بسمه، انت عرفت ازاي ان انا ما قتلتهاش؟ عشان ما كنتش زعلان ولا حزين، وانا عارفه قد ايه انت بتموت فيها. لقيتك بتتصرف عادي خالص، مبسوط، فرحان، ومتفرعن، وده اللي شككني. لو كنت قتلتها بإيدك كان زمانك دخلت مستشفى المجانين، وعشان كده أنا راقبت البيت اللي هناك والبيت اللي هنا. أنا مستعد أديك اللي أنت عايزاه، نص مليون جنيه. بسمة، أنا كمان عندي نص مليون جنيه في البنك مش عايزاهم، خديهم خديهم وسيبيني عايش. وده بقى تمن سكاتي ولا تمن قتل جوزي؟ مش أنت اللي قتلته؟ أنت بسمة، إحنا أنت عارفة إحنا ما نقدرش نقول لأ، إحنا بننفذ الأمر مش أكتر. واشمعنى معاك أنت ما نفذت الأمر ورسم خطة محكمة تباني فيها إنك اتقتلتي؟ مش بعته للمدرس الاول بالصوت والصوره في الايميل بمراسم قتلك؟ ايوه حصل. حصل ازاي بقى؟ ابدا، الرصاص كان في شنك وانا كنت حاطه كيس تول رقيق كده مليان حبر احمر على قلبي، اول ما لمسته انفجر فبان كان الرصاص جه في قلبي، وبعدين حطوني في شوال ورموني في الميه، بس كان برداويل اداني مطوه حطيتها في جيبي، اول ما الشوال غطس قمت مطلعه المطوه وقطعته بيه، وفضلت اعوم اعوم عشان ما حدش يشوفني، لغايه ما خرجت على حته كان فيها عربيه مستنياني، ركبت العربيه وجابوني هنا في الفيلا اللي انت شفتيني فيها دلوقتي. اللي تأمري بيه هنفذه يا بسمه. يعني أي حاجة هطلبها هتنفذها يا برداوي؟ على رقبتي. عايزة جوزي. روحي له الضرب. ميت على إيدك بقى ولا صحية؟ أنا هقول لك إيه بس؟ معقولة الميت بيصحى؟ وأنا إيه اللي يضمني إنك ما تعملهاش وتقتلني؟ ما أنت تحت درسي.
شوفي الضمانات اللي انت تطلبيها وانا تحت امرك. عموما كل اللي انا عايزاه انك تحترم نفسك معايا وتعرفني صاحبة الفضل عليكم انتوا الاتنين. سلام. هتسكت ولا تبلغ عني؟ مش عارف. حياتي ولا حياتها؟ انت طبعا حبيبتي. خلاص، طالما مش مضمون ان هي تسكت وجايز تبلغ عني يبقى اشتريني. لحد كده ولا محدش يقرب للولاد. عورّوها في ايديها وسكتنا. يهددوها بالقتل. لا، اللي عايز يعمل راجل يجيلي. مش يروح يخوف العيال؟ قول لهم كده. اقول لهم ازاي؟ معرفش ازاي. تقول زي ما تقول. قول لهم مبروك شحاته، مبروك قبل التحدي، وعين عينك كده مش خايف. انت فاهم؟ انت بتزعقلي انا ليه؟ ما هو انت اللي قدامي، انا معرفش حد غيرك. انا مش عايز ارد عليك عشان مراعي الحاله النفسيه اللي انت فيها. ايه الحاله النفسيه اللي انا فيها؟ شايفني يعني منعك الشعر ومقطع هدومي؟ انت لازم تتصرف. انا خلاص فاض بيا ومليت. محرم كده ليه؟ هس هس، ده زي ما يكون بيتخانق مع حد. يا اخويا بيتخانق مع حسن. حسن مين؟ اقول لك بقى يا اخويا، حسن ده الهسوس الكبير، كبير الهسايسه في انا. واضح ان مستر مبروك بقى كبير المناخوليا هنا. عيب يا دمي ما تقولش كده، دي العفاريت هي اللي راكباه. انا اروح اقعد معاه يمكن العفاريت تطفش مني. تليفون بسمة. الو، ازيك يا بردوير؟ طبعا انا عارفة كويس قوي ان انت ومراتك دلوقتي بتخططوا القتل، بس للأسف الموبايلات الجديدة فيها ميزة حلوة قوي، بتسجل. ولو عايز تسمع اعترافك انت ومراتك هسمعه لك حالا. ثانية واحدة. الرصاص كان في شنك، وانا كنت حاطه كيس طول رقيق كده مليان حبر احمر على قلبي. اول ما لمسته انفجر، فبان كأن الرصاص جه في قلبي. وبعدين حطوني في شوال ورموني في الميه، بس كان بردويل اداني مطوه حطيتها في جيبي. اول ما الشوال غطس قمت مطلعه المطوه وقطعته بيه، وفضلت اعوم عشان محدش يشوفني، لغاية ما خرجت على حتة كان فيها عربية مستنياني. ركبت العربية وجابوني هنا في الفيلا اللي انت شفتيني فيها دلوقتي.